في قلب البادية الأردنية الشماء، وعلى بعد حوالي 60 كيلومتراً إلى الشرق من المفرق، يقع مركز البادية التعليمي البيئي الذي أقيم في بلدة أم القطين، وتحديداً في البلدة القديمة المبنية من الحجر البازلتي الأزرق الذي يعود تاريخ بنائها إلى فترة المدن العشر الديكابوليس اليونانية. لقد جاءت الفكرة نابعة من إيمان القائمين عليها من أبناء المنطقة بالتعاون مع مركز بحوث البادية والمؤسسات المانحة للاستفادة من الموقع الأثري الجذاب لمدينة أم القطين الأثرية وتوسطها للصحراء التي تعج بالكثير من الحيوانات والنباتات البرية، ليكون معرضاً حياً دائماً لكل ما يمكن الحصول عليه من أحياء وحيوانات صحراوية لدمج الماضي بالحاضر. لقد حولت المباني الأثرية المهجورة إلى متحف طبيعي بعد ترميمه على أحدث طراز معماري مع المحافظة على شكله القديم وعدم العبث بتصميمه المعماري الذي مر عليه أكثر من 2000 عام. يتكون المتحف من مجموعة من الحجرات مختلفة الاتساع، حيث غرف الاستقبال للزوار، ثم غرف الحيوانات النهارية كالأفاعي والورل والضب، ثم غرف الحيوانات الليلية كبعض الأفاعي السامة والفئران والجرابيع، ثم مواقع الحيوانات المتوحشة كالوحوش الصحراوية والضباع، ثم الطيور. يتوسط تلك الحجرات العديد من الممرات التي تسمح للزائر التجوال بحرية بين مختلف أماكن هذا المتحف. في الأعلى هنالك أماكن استراحة للباحثين المهتمين بحياة البادية والصحراء، إضافة إلى حجرات النوم الخاصة بهم، ملحق بها مطعم ودورات مياه. يطمح القائمون على هذا المتحف البيئي التعليمي أن تبادر الجهات المانحة وأصحاب القرار العمل على توسعة المتحف، وذلك عن طريق التمدد جنوباً
إلى المباني الأثرية المجاورة واستملاكها من أصحابها ومن دائرة الآثار العامة ليصار إلى توسعة المتحف ليكون هذا المتحف مدينة مصغرة يحكي عن حياة البيئة الصحراوية في البادية الأردنية. أنا شخصيا أؤيد فكرة التوسع في المركز البيئي التعليمي في أم القطين حتى يعطي مجالا للعمل والإبداع بالنسبة للعاملين، إضافة إلى زيادة في أعداد الحيوانات البرية. يتبع هذا المركز من حيث الملكية والإدارة جمعية عناقيد الخير الأردنية التي تدير أيضا العديد من المشاريع التنموية الناجحة في منطقة أم القطين وما حولها. بدأ العمل في إنشاء هذا المركز سنة 1400 وهو متبرعين من وزارة التخطيط وجمعية عناقيد الخير ومركز تطوير البادية. بدأ الآن هذا المركز باستقبال الزوار سنة 2006 ويستقبل الزوار على نظام التذاكر ويأتينا زيارات من المدارس والجامعات والمواطنين القريبين من هذا الموقع. يهدف هذا المركز البيئي إلى خلق وعي بيئي بين طلاب المدارس والجامعات بالإضافة إلى الشرائح المختلفة من المجتمع المحلي بأهمية الحياة البرية وما تحويه من كائنات حية في بيئتها الطبيعية، ليتعرف الزائر على الأنواع المختلفة لهذه الحيوانات والنباتات واستقطاب السياحة الداخلية والخارجية عن طريق تذاكر الزوار التشجيعية، لتساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان المحليين وليكون مصدر دخل ويوفر فرصة عمل لهؤلاء السكان. تم تمويل مركز البادية البيئة التعليمي لأعمال الصيانة والترميم من قبل وزارة التخطيط والتجمع الدولي للمناطق الجافة، كما تم دعم الدعاية والإعلام والمنشورات والمواد العلمية من قبل مرفق البيئة العالمي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إنها محاولة جادة للمحافظة على البيئة الصحراوية في البادية الأردنية والتعرف على كنوز هذا الوطن.